السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد الهبيطة هادي، كنخدموها بخمسة ضربات. غنزلها في هاد القفطان هذا من فوق حتى لتحت، شكل خفيف وسهل في الخدمة. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش أخواتي ضغطوا على زر الإعجاب، اللي ما مشاركش في القناة تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة، وبارطاجيو أخواتي الفيديو باش يوصل الأخوات اللي باغية تتعلموا راندا. وشكرا لكم. بالنسبه لهاد الراندا غنخدموها بالحرير مبروم على ثلاثه الشعرات. العقيق غنخدمو بهاد العقيق ديال الخيط النمره 3. غناخذو فهاد اللون هذا مختلف على اللون ديال الثوب. نبداو بسم الله. بالنسبه للفتحه ديال العنق غادي نخليو فيها 7 سنتيم. غنعبر 7 ونشد هنا. بالنسبه لهاد القياس اخواتي اللي كنخليو هنا راه كيبقى يتغير على حساب الدوره ديال العنق. الا كانت الدوره ديال العنق واسعه راه ما كنخليوش 7، كنخليو قل. كانت ضيقه كنخليو بزاف على حساب الدوره. غنشد هنا، نهز هاد العوينه ديال الحرير، صافي. دابا اخواتي غادي نقرب لكم شويه، نعاود نشد هنا حدا هاد الضربه. منشدوش بزاف الثوب، صافي تتكون لينا هاد العوينه. غنرجع نخدم فيها، نعاود نرجع هنا في هاد العوينه، نبقى ندير بناء الغراز حتى نحدد القياس اللي بغيت. بالنسبه لهاد الهبيطه غنهبطوها بخمسة العوينات. كنحسبوا العوينات اللي في هاد الجهه، دائما اخواتي نبقاو ندخلوا الفنيته بهذه الطريقه باش نغطيوها باش ما يبقاش يلصق لنا الحرير هنايا. صافي نكمل في الاول، تنديروا بناء الغرز، نحدوا القياس اللي بغينا، 1 2 3 4 5. صافي انا هاد الهبطه غنهبطها بخمسة العوينات. نجي للجهه اللي مقابله معها، نقيس عليها بحال هكا، صافي ونشد هنا. غنتبت دابا هاد الثوب الفوقاني، صافي انا قادي الثوب. غنجيب هاد العوينات هادو اللي درنا، نجيبو من هنا عند الثوب، تنشد هاد الشده الاولى ونرجع لهنا لهاد العوينه، نعاود نجيبها حتى هي لعند الثوب بهاد الطريقه. صافي وننزل دابا مع هاد العوينات بخمسه، ها وحده 2 3 4 ها 5. صافي هاكو كنبداو اخواتي في الاول باش نحددوا القياس اللي بغينا. بالنسبه لكم نتوما ديروا القياس اللي بغيتوا، تقدروا تزيدوا اولا تنقصوا. نشد دابا هنا في الثوب، هاد العوينه الاولى غادي نركب فيها عقيقه، العقيق النمره 3. العوينه الاولى غنخليها ديال العقيقه ونشد هنا، غيبقاو ليا 4 غنخدم فيهم. ها وحده 2 3 ها 4. صافي نشد هنا في الثوب، نعاود ننزل،
تنخدم هاد العوينات بثلاثة. ملي كنوصل لهنا لعند العقيقة غنعمر جوج، وحدة من هاد الجهة وحدة من هاد الجهة. صافي نزيرو هاد الخيط ما نخليهوش مرخي، ونشد هنا في التوب. في الاول ما ضربت حتى الضربة، مباشرة ركبت عقيقة. دابا غنضرب واحد الضربة هنا وعاد ركب عقيقة. هاد العوينة نخليوها ديال العقيقة، ونخدم هنا ثلاثة ضربات، واحد جوج ثلاثة. بالنسبة لهاد الضربات كل سطر كنقص وحدة. نشد هنا في التوب ونرجع مع السطر. ملي نوصل هاد العقيقة نضرب جوج ضربات، واحدة من هاد الجهة واحدة من هاد الجهة. صافي نخدم هاد العوينة اللي بقيت، نشد في التوب، نعاود نرجع مع السطر. دابا غنضرب جوج ضربات، واحدة هنا وهاد الخويط كنضربو فيه ضربة ونركب عقيقة. بالنسبة لهاد الضربة تركيب داو تزادو، هادو كينقصو. نخلي هاد العوينة ديال العقيقة ونضرب هنا غير جوج ضربات. بالنسبة لهاد العرض فيه خمسة العوينات، غيجيونا فيه ربعة العقيقات. نشد هنا في التوب ونرجع مع السطر بنفس الطريقة. نخدم هاد العوينات، ملي نوصل هاد العقيقة نضرب جوج ضربات، واحدة من هنا وواحدة من هنا. صافي نكمل الخدمة ديال هاد العوينات عادي. نشد في التوب، نخدم هنا. ملي نوصل لهاد الخيط اللي فوق العقيقة غنضرب فيه ضربة ونركب عقيقة. هاد العوينة تنخليوها ديال العقيقة، ونضرب هاد الضربة هنا. ضروري اخواتي هاد الضربة كتبقى هنا. درنا هنا خمسة، ركبنا ربعة العقيقات، وهاد العوينة كنشدو فيها. دابا كون زدنا سطر اخر ودرنا عقيقة اخرى، يعني هي الخامسة، فراه هنا ما غنسيبوش فين نشدو، غنجي مباشرة هنا للتوب. وما تجي زوينة لبقات هاد البلاصة خاوية، ضروري هنا كتبقى لينا عوينة زايدة باش نثبتو فيها هنايا الحرير، عاد ندوزو للتوب. صافي دابا هذا هو القياس، ما غنزيدوش عقيقة اخرى. نضرب هنا في هذا الخيط ضربة، نجي للجهة الاخرى عاوتاني كنضرب ضربة، كل عقيقة كنضربو فيها جوج ضربات. صافي ونكمل الهبطة عادي. نشد هنا في التوب ونرجع مع هاد السطر. كنعوضو هاد العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. غادي نبدل هاد الخيط، غندخلو هنا في التوب ونركب خيط آخر ونرجع ليكم. نجي لهنا فوق آخر ضربة، بغيتو تشدو هنا مباشرة في التوب وتبقاو تخدمو فوق الحرير خدمو. المهم أنا هادي هي الطريقة اللي تندير دائما، غير باش نثبت الحرير مزيان. نهز هاد العوينة، نزير هاد الضربة مزيان، ونشد هنا في التوب. صافي ننزل مع هاد السطر عادي. نعاود نشد هنا في التوب ونرجع مع السطر. نشد هنا في التوب ونرجع.
نعاود نشد في الثوب ونرجع. انا غنوري لكم اخواتي القياس، المهم غنكمل القياس وغنوري لكم. من بعد غادي تشوفوا الزواق كيفاش غادي نديروا ليه. هانتوما اخواتي غتشدوا هاد الحساب هذا، غنجيو لهنا لهاد الضربه هذه. الضربه اللي ضربناه ركبنا عقيقه، غنحسبوا من هنا 1 2 3 4 5 6 7 وغنضرب هاد الثامنه. في هاد الضربه الثامنه غنركب عقيقه، نخلي هاد العوينه الاولى ديال العقيقه ونضرب هاد 4 ضربات 1 2 3 4. نشد في الثوب ونرجع مع السطر، كنخدم في هاد العوينات عادي. ملي نوصل للعقيقة نضرب 2 ضربات، ضربة من هنا وضربة من هنا. نشد في الثوب نضرب في هاد الخيط ضربة وركب عقيقة. نخلي هاد العوينة ديال العقيقة ونشد هنا نضرب هاد العوينات اللي بقاو. صافي نقطع هاد الخيط، نشد هنا في الثوب ونرجع مع السطر. هنا كنضربو 2 ضربات، وحده هنا وحده هنا. نشد هنا في الثوب نخدم هاد العوينه وفي هاد الخيط نضرب ضربه وركب عقيقه. هاد العوينه نخليها ديال العقيقه ونخدم في هاد العوينات. نشد هنا في الثوب نخدم في هاد العوينه، هنا في العقيقه كنضربو 2 ضربات، وحده من هنا وحده من هنا. نكمل هاد العوينات عادي. نشد هنا في الثوب نخدم في هاد العوينات، في هاد الخيط نضرب ضربه وحده ونركب عقيقه. هنا في العرض عندنا 5 ضربات، جاونا 4 عقيقات، باش هنا تبقى لينا هاد العوينه نشدو فيها بحال هكا الخيط. صافي نشد هنا في الثوب نعمر في هاد العقيقه 2 ضربات وننزل مع هاد السطر عادي. نشد هنا في الثوب. دابا اخواتي غنخدم واحد السطوره مسرحين، غنحسب من هاد الضربه هادي اللي شديت هنا في الثوب وركبت عقيقه، غنحسب 8 1 2 3 4 5. نبقى نطلع ونزل نطلع ونزل حتى يولو عندي هنا 7، وفي الثامنه ملي نشد نعود نركب عقيقه كيف ما درنا هنا اخواتي. غنستمر بهذه الطريقه، غنخدم واحد شويه ونرجع نوري لكم كيفاش غادي نزوقوا هذه الهبيطه. انا خدمت اخواتي هاد شويه، غنكمل من بعد. غندوز معكم دابا للزواق، غنديروا زواق اللي هو سامبل وسهل في الخدمه وتيجي زوين. غادي نزوق اللون في اللون. الحقيقه انا جربت باللون العقيق ولكن ما جاش زوين، غادي نديروه غير باللون ديال الثوب. انا خديت هاد اللون هذا في اللون ديال العقيق، جربته ولكن ما عجبني الشكل عاود تحليته. دابا غنخدم معكم اللون في اللون، وانتم يمكن لكم على حساب كل وحده والذوق ديالها. الا بغيتوا تدخلوا هكا الالوان في الزواق دخلوهم. غادي نبرم الحرير ديال الزواق على 3 الشعرات، غنجي لهنا لتحت نثبت الحرير، غنشد غير هنا الجهه اللي غنخدم فيها، نشد بحال هكا في الثوب، نهز هاد العوينه ديال الحرير. صافي نخرج البره من البلاصه اللي غادي نزوق منها. الاخوات اللي مولفات كيزوقوا بالمرمى يزوقوا بها. نجي لهنا، انا غندوز الزواق في هذه الجهه، غنجي لهنا غنخرج البره
من هاد العوينة هادي. غادي نديو هاد الزواق مع هاد السطر، هذا السطر اللي شاد على العقيقة، ها هو نازل سطر واحد. غنجي مع نفس السطر وندخل الابرة هنا، غنمشي عاوتاني مع هاد السطر هذا، ما خلينا حتى سطر ما بين العقيقة والزواق. غنجي لهاد العوينة وندخل الابرة ونخرج الابرة من هاد العوينة اللي فوق هادي. انا ما خليت هنايا حتى سطر، غادي نزوق هاد البلاصة كاملة، نجي لفوق هاد العوينة وندخل الابرة. نتمنى اخواتي يكون واضح ليكم. المهم هو داو الزواق غادي في نفس السطر. نجي لهنا فوق هاد العوينه ونشد هنا. بغيتو تحسبوا اخواتي راه كتحسبوا، ها نتوما العوينه اللي خرجت منها الخيط، غنحسب واحد جوج ثلاثة في الرابعه غادي ندخل. دابا ملي كنبداو في الاول راه كنبقاو تابعين غير هاد السطر هذا، عهد العوينه، العوينه اللي فوق منها ندخل، والجهه الاخرى عاوتاني العوينه اللي فوق هذه نخرج الابره. كنبقاو غاديين حتى تنكملوا هاد الطلعه كامله. صافي تنكملوا حتى ما تتبقى حتى عوينه. صافي ندوزو من هنا لهنا، نعاودو نزوقو عاوتاني، ننزلو مع هاد الجهه، تنجي لهاد العوينه، اول عوينه شاده على العقيقه هي هادي، هنخرج منها الابره ونحسب. بغيتو تحسبوا اخواتي حسبوها انتما، نحسب العوينه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، ندخل فيها الابره ونجي لهنا للعوينه اللي تحت من هادي. بالنسبه للزواق اخواتي راه درت البره نمره 6، دابا هنا بلا ما نحتاج نبقاو نديرو البره رقيقه. صافي غنزل مع هاد العوينات كاملين، وهنا غنزل مع هاد العوينات. بالنسبه للعرض ديال هاد الراندر درنا غير 5 العوينات، جاونا فيهم بحال هكا 4 العقيقات، والصراحه تسبين بحال عريضه، انتم تسبان عريضه واخا هي غير 5 العوينات، غير هاد الشكل هذا ملي كنديروا بحال هكا الخدمه مائله تبان عاطي العرض. صافي نكمل هاد الزواق اخواتي بنفس الطريقه، ساهله اخواتي هاد الخدمه، وتجي زوينه هكا الا بغيت تهبطوه بيضه هكا خفيفه فيها لقيق. الا كان عندكم هكا شي موديل ديال لقيق يمكن لكم اخواتي ديروها حتى في نص الثوق، الا بغيتوش بحال هكا تنزلوها من فوق حتى لتحت. صافي ملي نكمل هاد الجهه غندوز مباشره للجهه الاخرى، غنخرج الابره من هاد العوينه مقابله مع هاد السطر هذا، سطر واحد طالع حتى الفوق، غنحسب واحد جوج ثلاثه اربعه، غندخل الابره هنا. صافي نخرج من العوينه اللي فوق هادي، صافي اخواتي بنفس الطريقه غادي نبقى غادي نزوق حتى نكمل هاد البلايصات هادو، وغادي نوري لكم كيفاش جاو. صافي اخواتي ها نتوما انا كملت الزواق، هذه هي الراندة ديالنا، تجي على هاد الشكل، صراحه تيجي شكل زوين، دخل فيه بحال هكا العقيق، وراه ما عريضش بزاف 5 ضربات، وكيعطينا بحال هكا كيبان عريض حقاش خدمنا هاد الشكل هكا مائل. مهم بالنسبه اخواتي بحال هكا تكون عندنا هاد الراندة ما عريضاش بزاف فرد الدوره ديال العنق، بغيتو بحال هكا تهزوا واحد العوينه من هنا ودور واحد الحبكه بالعنق كامل عاد ديروا الدرس ديروه، ما بغيتوش راك تدوروا الدرس عادي. بالنسبه لهنا انا غندير غير البريوه ديال جوج مغلفه، غادي نشوف غندور واحد الحبكه عاد ندير فوقها الدرس اولا ندير الدرس. هذا هو الفيديو ديال اليوم اخواتي، نتمنى ان هاد الراندة تعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الاعجاب ديالكم. اذا نسيت شي حاجه اخواتي كتبوها لي في التعليق، ان شاء الله نجاوبكم على كل شيء. وما تنساوش ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه.